ਮਿਲ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫਦਾਤ ਸਾਦਾ الحق في جودة السكن أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأفاضل وأهلا بكم ضمن جولة عبر أهم المقالات الصادرة في صحفنا الوطنية لنهار الثلاثاء ونستهل جولتنا من يومية المساء التي تكتب تحت عنوان ضمن صفحتها الأولى المساء تكشف تفاصيل زيارة الملكة المرتقبة لروسيا وفي تفاصيل الخبر كشف مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى بالعاصمة الرباط أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة دولة روسيا في العاشر من شهر يونيو الجاري بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين وأوضح المصدر ذاته أن الزيارة الملكية الرسمية إلى روسيا من المقرر أن تستمر 3 أيام يرافقه خلالها وفد هام أصبر ينتصر للقضاة وينتزع صلاحية جديدة من الرميد عنوان تطالعونه ضمن صحيفة الناس التي تكتب في تطور مثير للنقاش الدائري حول مشروع النظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى خرج رفاق محمد صبار في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على مذكرة توصي بوضع النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام للملكة لدى محكمة النقد ومراقبة وتسيير رؤسائهم وإبعاد وزارة العدل عن تدبير المسار المهني للقضاة تفاصيل هذا الخبر ومواضيع أخرى تقرأونها ضمن صحيفة الناس ونختم هذه الجولة من يومية أخبار اليوم التي تكتب تحت عنوان هكذا يخطط الخلفي للتضييق على حرية الصحافة ومحاباة الصحف الداعمة للحكومة وتكتب الأخبار يبدو أن مقالته منظمة فريدم هاوس الدولية المعنية بحرية الصحافة بشأن تحكم الحكومات الإسلامية في الصحافة المستقلة كان يستند إلى معلومات ترتبط بتخطيط الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران إلى السيطرة على الإعلام المستقل وإخضاعه عبر ترهيبه وسن قوانين لضبط الخارجين عن الخط التحريري للحزب الحاكم بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الصحفي نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله